الفيديو ده احنا هنتكلم على اخر جزء في شابتر الفانكشن جنريتور، واحنا بنتكلم فيه على ال LC اوسيليتور. في ال LC اوسيليتور هناخد 3 انواع، الكليبتس والهارتلي والكريستال. وعلشان نبتدي نفهم ال3 انواع دول محتاجين نعرف التانك سيركت ونفهم يعني ايه تانك سيركت، ونفس الكونديشن اللي احنا طبقناهم فوق على ال RC اوسيليتور برضو المفروض ان احنا نطبقهم على ال LC اوسيليتور عشان السيركت بتاعتنا دي تشتغل كاوسيليتور. علشان نفهم كلمة تانك سيركت، والتانك سيركت المقصود بيها هي اللي هتعمل لنا الاوسيليتور سيركت، فتعالوا نفهم كده ايه وجه التشابه ما بين الاوسيليتور سيركت وبين السيمبل بندليوم اللي هو البندول البسيط. البندول البسيط هو عبارة عن كورة انت بتكون مثبتها في رابطها بحبل ومثبتها في مكان فيكسد، وانت بتبتدي تمسك الكرة دي وتاخدها تحركها من البوزيشن اللي هي فيه، من البوزيشن ده اللي هو البوزيشن الساكن بالنسبة لها او موضع السكون، باخدها وببتدي احركها ارفعها كده ارتفاع اتش عن البوزيشن اللي هي كانت فيه. انت لما اخدتها ورفعتها هنا البوزيشن اللي هو بيه، انت كده رفعتها بمقدار معين، فالارتفاع ده بيترجم الى طاقة وضع، اللي هو بمجرد ما انت هتسيب الكرة طاقة الوضع اللي موجودة في الكرة دي هتتحول لطاقة حركة وهتخلي الكرة دي تتحرك. فانا هنا عند البوزيشن اللي اسمه بي، البوزيشن دوت انا عندي الكاينيتيك انرجي بزيرو، لكن البوتنشال انرجي بالنسبة للكرة هو بكام؟ هو ماكسيموم. فمجرد ما انت هتسيب الكرة طاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة وتبتدي الكرة دي تتحرك لغاية لما هتوصل لموضع السكون تاني، بيبقى الكاينيتيك انرجي عندها هنا ماكسيمم والبوتنشال انرجي بصفر لانها رجعت لوضع السكون بتاعها. بعد كده بتبتدي تتحرك تاني لماكسيمم، للاتجاه ماكسيمم او اقصى ارتفاع بس في الاتجاه المعاكس الناحية التانية، فبتبتدي ترجع تاني طاقة الوضع تبقى ماكسيمم، وبيحصل سكون لحظي للكورة هنا عند البوينت دي، فبقول ان الكاينيتيك انرجي هنا بيكون صفر. وهكذا بتفضل الكورة رايحة جاية. انت لو مش عندك اي فقد في طاقة الوضع وطاقة الحركة، وعلى طول طاقة الوضع تبتدي تتحرك لطاقة حركة، يعني لو ما فيش فقد، لو الطاقة دي مش هتقل، فهتفضل الكرة دي بتتحرك على طول. بس طبعا لان طاقة الوضع بتبتدي تقل مع مرور الوقت، فده بيخلي الكرة بعد فترة بتبتدي تسكن، فده اللي احنا بنقول عليه الاندر دامبد. الاندر دامبد اللي هو الكرة هتجيلها وقت وهتقف ومش هتتحرك. يبقى الحركة بالنسبة لنا هي ان انا كان في عندي زي ما كنا بنقول ان انا عندي سيجنال، والسيجنال دي بيحصل فيها اوسيليشن، لكن الامبليتيود بتاعها عمال يقل لغاية لما هيوصل للصفر، اللي هي الحركة بتاعة الاشارة قلت لغاية ما وصلت للصفر. هنا يعني نفس الكلام برضو حركة الكورة هتقل لغاية لما تثبت، يبقى ما فيش اي حركة خالص. تمام كده، ده اللي بيحصل بالظبط بين المكثف وبين الملف في التانك سيركت. انا عندي هنا مكثف وعندي ملف، والاتنين المفروض هنوصلهم مع بعض عن طريق ان انا بقفل السويتش اللي اسمه S2. بس قبل ما بقفل السويتش S2 ده، احنا كنا اخدنا الكورة في السلايد اللي فات وحطيناها في وضع معين، رفعناها بمسافة H، فعلشان اخلي الكورة يبقى جواها طاقة وضع، ده اللي انا عايز اعمله هنا بالنسبة للمكثف. بس مش هيبقى طاقة وضع بقى، هيبقى شحنة كهربية انت بتخزنها جوه المكثف عن طريق ان انت بتقفل السويتش اللي اسمه S1 ده. فلما انت لم تقفل السويتش اللي اسمه S1، انا هخلي البطارية تشحن المكثف، وهيبقى جواه شحنة كهربية بتقابل طاقة الوضع اللي كانت موجودة عند الكورة لما اخدناها ورفعناها عند البوزيشن B. مجرد ما اخلي المكثف بتاعي يشحن، خلاص بقى انا هشيل البطارية دي وهبتدي اقفل الاس 2. عند لحظه قفل المفتاح انت عندك المكثف ده كان مشحون بالماكسيمم انرجي، والمفروض مجرد ما هتقفل المفتاح هيبتدي الكرنت يمر في الدايره دي، والكرنت ده هيخلي تيار يمشي في الملف، فالملف يبتدي يعمل لي حواليه ايه مجال مغناطيسي. الكلام ده هيفضل لغايه امتى؟ لغايه لما الشحنه اللي على المكثف تخلص ويبقى كل الشحنه دي اتحولت لمجال مغناطيسي على الملف. فالمجال المغناطيسي هيبتدي بقى يولد كرنت، الكرنت ده يمشي في المكثف فيبتدي يشحن لك المكثف تاني، بس هيشحنه في الاتجاه عكسي المرة دي. فاللي حصل ان كان عندي هنا الكتريك انرجي موجودة على المكثف ابتدت تتحول لمجال كهرومغناطيسي عند الملف، وهكذا بقى.
هنا شحنة اتحولت وراحت للملف على هيئة مجال، المجال اتحول وبقى عبارة عن شحنة موجودة جوه المكثف. فهو ده طاقة الوضع وطاقة الحركة بالنسبة لمين؟ للبندول البسيط. فهنا بنقول بوث كاباستور اند اندكتور ستور انرجي، يعني كل واحد فيهم بيخزن طاقة. المكثف الكتريك انرجي، والاندكتور عبارة عن ماجنتيك فيلد. فهتلاقي ان السيركت بتاعنا بتتكون من اندكتور اللي هو ال ومن المكثف اللي هو سي، الاتنين مع بعض هيقدروا يعملوا لي عملية الاوسيليشن اللي هي نقل الطاقة من الملف للمكثف من غير بقى ما يكون في اي مصدر خارجي. يعني انا في الكيس بتاعتي بتاعت الايديال انا هشيل البطارية بقى خلاص، وهيبقى عندي ايه الطاقة او الاوسيليشن عمال ينتقل ما بين السي والال، تمام كده، عن طريق ان هو بيعمل شيفت للانرجي اللي متخزنة في السيركت ما بين الملف والمكثف عن طريق الالكتريك والماجنتيك فيلد. وي ستارت ويز ان ايديال سيركت، يعني مفيش زيرو ريزيستنس، يعني المفروض مش هيحصل اي فقد في الطاقة، فالمفروض الطاقة هتفضل موجودة على طول، وهيفضل موجود عندي اوسيليشن ما بين الملف وبين المكثف. لو الكاباستور ده في البداية عليه شحنة اسمها كيو نود قبل ما احنا نقفل السويتش، زين كل الانرجي دي هتبتدي تتنقل وتروح او تتخزن، يعني ك هي اوريدي الطاقة دي متخزنة كلها في المكثف على هيئة الكتريك انرجي دي عند اللحظة بتاعت ايه، بتاعت قفل السويتش اللي هي السينود. وهي دي بقى الكيس اللي احنا هندرسها، هو عند تي بتساوي صفر الكاباستور بقى هيبتدي يعمل ديستشارج، يفقد الشحنة اللي موجودة فيه عن طريق تيار بقى هيمشي في السيركت دي. التيار ده هيبقى مسؤول عن ان هو يولد ماجنتيك فيلد في الملف في الاندكتور. النت افكت اوف ذس بروسيس از ا ترانسفير اوف الانرجي، يعني المحصلة بتاعت العملية دي هو نقل الطاقة من المكثف، وهتبتدي تروح للملف على هيئة ايه، على هيئة ماجنتيك فيلد. فبعد عند التايم تي بتساوي تي على 4 اللي هيحصل ان المكثف فرغ كل الشحنة اللي معاه، ما بقاش فيه اي شحنة موجودة هنا على المكثف ده عند بداية السايكل دي اللي هي عند تي بتساوي تي على 4، ما فيش اي شحنة بقى دلوقتي في المكثف، الشحنة كلها اتنقلت وراحت للملف عن طريق ان هي بقت ماجنتيك فيلد. ونتيجة بقى لان انا ما عنديش اي ريزيستنس، فانا كل الطاقة اللي كانت موجودة عند المكثف اتنقلت وراحت فين، اتخزنت عند الملف. فالملف هيبتدي يعمل لي كارنت، الكارنت ده هيخلي المكثف يبتدي يشحن تاني من الاول، بس المرة دي هتبقى الموجة تحت والسالب فوق بناء على الكارنت اللي اتولد عندك هنا. هنا الشحنة كانت موجة بسالب، هنا الشحنة اتعكست على مين، على المكثف. فعند تي بتساوي تي على 2 هتبدأ بأن المكثف بتاعي خلاص بقى عنده شحنة ووصل للماكسيمم بتاع الشحنة بتاعته، ان هو اخد الشحنة كلها اللي كانت موجودة في الملف هو اخدها وابتدى يحولها للمجال الكهربي، تمام كده. عند دي بتساوي 3 تي على 4 هيبتدي بقى ايه الملف المكثف ده ابتدى يمرر كارنت، والكارنت اتحول لمجال، فالمكثف ابتدى يفقد كل الشحنة اللي كانت موجودة جواه، فبقت الكيو عندك بتساوي صفر. عند اخر الكيس دي اللي هي عند اخر مرحلة هتبتدي ترجع بقى انت تاني، لان المكثف هيبتدي يشحن بالبولاريتي اللي كانت موجودة الاول، وهكذا بقى الاربعة سايكل دول هيبتدوا يتكرروا. لو احنا شغالين على الايديال كيس، يعني المكثف والملف مفيش اي جزء من الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد بيحصل ليه فقد، فانت هتحصل على اوسيليشن بالشكل ده اللي هي عبارة عن ساينسويدال سيجنال بتردد معين، هنشوفه دلوقتي قيمته بيساوي كام، وامبليتيود كونستانت. انما احنا برضو لان احنا شغالين في الايديال كيس، فالمفروض ان انا بيحصل عندي الاندر دامبت سيجنال، فلازم هنا احقق الكونديشن اللي هو الاف ال بي بتساوي 1 علشان احافظ على الاوسيليشن ما يحصلوش دامبت بالشكل ده، تمام. من الشكل اللي احنا شفناه عندك كده الفي ال والفي سي اللي هو الجهد بتاع المكثف والجهد بتاع المكثف، ده هما الاتنين بس متوصلين مع بعض، يبقى الجهد بتاعهم هما الاتنين ثابت، وفي نفس الوقت التيار اللي ماشي في الملف هو نفس التيار اللي ماشي في المكثف. فلو جيت اقسم ال في ال على الاي ال وال في سي على الاي سي هتديني ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، يعني الامبيدنس بتاعت المكثف بتساوي الامبيدنس بتاعت الملف. طب اكس ال بتساوي اوميجا ال، طب والاكس سي بتساوي 1 على الاوميجا سي، يبقى من هنا هتقدر تطلع الريزونانس فريكوانسي اللي هو الاف ار، هتساوي 1 على 2 باي جذر ال في السي.
وده احنا بنسميه بقى الريزونانت فريكوانسي. ايه هو الريزونانت فريكوانسي؟ او عند الريزونانت فريكوانسي ده بيحصل ايه؟ لو احنا عندنا سيركت بالشكل ده ار وال وسي متوصلين توالي مع بعض، عشان احسب التيار اللي ماشي في الدايره دي هو عباره عن في على الامبيدنس التوتال. الامبيدنس التوتال عباره عن الار زائد جي في الاكس ال ماينس جي في الاكس سي، دي كده امبيدنس المكثف وامبيدنس الملف. عشان اجيب الماكسيمم كارنت اللي هيمشي في الدايره دي يبقى الماكسيمم كارنت عنده، بتلاقي الامبيدنس بتاعه الملف وبتاعه المكثف بيساوي بعض. طب امتى الامبيدنس بتاعه الملف والمكثف هيساوي بعض؟ عند الريزونانت فريكوانسي. يبقى انا لو جيت ارسم علاقه هنا بين التردد وبين التيار اللي هيمشي في السيركت بتاعتي، فهلاقي في عندي كارنت بيمر كماكسيمم فاليو عند قيمه واحده بس للتردد اسمها الاف ار اللي احنا بنقول عليها الريزونانس فريكوانسي. تمام كده؟ يبقى انا عندي لما اجيب الملف واجيب المكثف وهقول ان التردد اللي هشتغل عليه هو الريزونانت فريكوانسي، فبالوقت ده هقدر اقول ان الكرنت اللي هيمشي في السيركت دي هو الماكسيمم كرنت. تمام كده؟ طيب احنا بنستفيد في ايه بقى الدوائر اللي هي التانك سيركت دي؟ انا بستفيد بيها في ايه؟ لو جينا نشوف في التانك سيركت دي بنستخدمها في الراديو تيونينج، اللي هو الراديو اللي عندنا في البيت. انت بتبقى ماسك بكرة كده وعمال تغير، بتغير في البكرة دي، تغييرك في البكرة دي ده معناها ان انت بتغير في قيمة المكثف، ومعنى ان انت بتغير في قيمة المكثف يبقى انت كده بتتحكم في مين؟ في الريزونانس فريكوانسي. بغير في قيمة الاف ار، انت عدلت في السي يبقى انت كده عدلت في الاف ار. طب او انا لما اعدل في الاف ار ايه اللي هيحصل؟ انت عندك الراديو بتاعك بيستقبل محطات كتير، كل محطة من دول بيكون لها تردد معين، وليكن المحطة بتاعت اللي هي 100.6 دي اف ام راديو اف ام 100.6، ده التردد اللي مبعوت عليه السيجنال بتاعت المحطة دي. فانا لما اجي اعدل في المكثف في قيمة المكثف، فانت كده بتعدل في قيمة الريزونانت فريكوانسي، يعني بتخلي الدايرة بتاعتي تستقبل تردد معين اسمه 100.6 مثلا. فانا هنا لما تكون السيجنال عندي هتبتدي تستقبل اكتر من اشارة، وكل اشارة لها تردد اف واحد واف اتنين واف تلاتة، يعني انا هنا عندي دول تلات ترددات هم الراديو بتاعي مستقبلهم. الكارنت اللي هيمشي في السيركت دي هيبقى بتاع انهي اشارة من دول؟ على حسب بقى انت لما هتعدل في السي يبقى انت بتختار تردد من الثلاث ترددات اللي موجودين معاك هنا دول، فبالتالي الكرنت اللي هيمشي في الدايرة هيبقى بيقول الى الاشارة اللي ترددها انت حددته عن طريق دايرة ال سي سيركت دي. تمام كده؟ فانا عبارة عن انا لما كل ما هتحكم في قيمة المكثف واغيرها، كل ما بغير في التردد اللي انت هتستقبله، فانا خلاص ظبطته بحيث ان انا استقبل اف 2، يبقى ساعتها الكرنت اللي هيمشي في الدايره دي هيبقى عباره عن السيجنال اللي متحمله على التردد اللي اسمه اف 2 ده. ونفس الكلام برضو بالنسبه لدوائر الريسيفر والترانسميتر، انا بستخدم التانك سيركت لان الانتنه بتاعتي اللي هو الاريال يعني بيبقى مستقبل اشارات كتير جدا، وعن طريق ان انت بتغير في قيمه الكاباستنس هنا فانا بتحكم في ايه هي السيجنال او ايه هي المحطة اللي الترانسميتر اللي الرسيفر بتاعي اللي الرسيفر بتاعي هيستقبلها. الرسيفر بتاعي مستقبل اشارات كتير جدا، كل ما بغير في قيمة المكثف كل ما بقول له استقبل الاشارة دي بس وكنسل بقية الايه بقية الاشارات، فانت تبتدي تاخد المحطة اللي انت عايزها بناء على التيونينج اللي انت عملته في قيمة مين؟ قيمة المكثف. طب لو جينا نشوف بقى السيركت بتاعتنا دي، اول دايره هي الكوليبتس اوسيليتور. الكوليبتس اوسيليتور هو عباره عن دايره امبليفاير، اللي هي الجزء اللي فوق ده كده عباره عن دايره امبليفاير. دايره الامبليفاير اقدر اعمله عن طريق الترانزستور او اقدر اعمله عن طريق الاوبريشن امبليفاير، المهم ان انا اعمل دايره وتديني جين، والجين ده يكون ايه؟ اكبر من الواحد. ذا امبليفاير ان ذا سيركت احنا هنا عاملينه عن طريق البايبولر جانكشن ترانزستور، يعني عن طريق البي جي تي. بيقول لك هنا بقى لما الكوليكتور سبلاي فولتج الفي سي سي سويتش اون، لما انت تشغل الجهد اللي اسمه في سي سي، الكرنت هيبتدي يمشي هنا عند الكوليكتور وهيبتدي يرفع لك في الجهد اللي موجود هنا عند الفي اوتبوت.
وبالتالي انا هاخد عن طريق الفيدباك سيركت، هاخد الفي اوتبوت ده وارجع ادخله تاني كانبوت للسيركت دي، فالدايره دي بقى تبتدي تشتغل لي كايه، كامبليفاير. هتبتدي تاخد الجهد اللي اسمه في اف اللي موجود عند الخرج بتاع دايره الفيدباك ويعتبره هو انبوت لدايره الامبليفاير، ويبتدي يطلع هنا اوتبوت بناء بقى على الجهد اللي داخل هنا اللي اسمه الفي اف. خلاص كده. طيب انا هنا لما جيت اخدت الفي اوتبوت، الفي اوتبوت هو عباره عن الجهد اللي على المكثف اللي اسمه سي 2، وجينا اخدنا هنا الفي اف اللي دخلناها كانبوت للسيركت، الفي اف ده هو عباره عن الجهد اللي على سي 1. سي 1 وسي 2 هنا دول توالي مع بعض، تمام كده. احنا كنا حسبنا من شويه ريزونانت فريكوانسي وقلنا ان هو عباره عن 1/2 باي جذر ال في السي. فين ال وفين السي؟ هنا ال ما عندناش غير ال واحده. طب والسي بقى عندنا سي 1 وسي 2. ببتدي اشوف ايه العلاقه بين سي 1 وسي 2 وعوض عنها في القانون بتاعي. ادي الاف ار عباره عن 1/2 باي جذر ال في السي، بس السي هنا بقى عندي اكتر من مكثف فبقول عليها السي ايكويفالنت. المكثفات بتاعي متوصله ما بعد سيريز، يبقى المحصله بتاعت السيريز للمكثفات هي السي توتال، دي هتبقى سي 1 في سي 2 على سي 1 زائد السي 2. طيب بالنسبه بقى لان انا عايز احسب البيتا والاي علشان نحقق الكونديشن بتاع الاوسيليشن اللي اسمه الاي في البي بتساوي 1. البيتا زي ما قلنا هي عباره عن الفي اف على الفي اوت. الفي اف من الدايره دي اهو هو عباره عن الجهد اللي على سي 1. طب والفي اوت هو الجهد اللي على سي 2. فهنا البيتا عباره عن الفي اف اللي هي اي في الاكس سي 1، والفي اوت عباره عن الاي في الاكس سي 2. التيار لان المكثفين مع بعض توالي فهنشيل التيار مع التيار، واكس سي 1 هتبقى عباره عن 1/2 باي اف ار في سي 1، واكس سي 2 هتبقى عباره عن 1/2 باي اف ار في سي 2. سي 2 هتطلع في البسط وسي 1 هتنزل في المقام، فهتبقى سي 2 على سي 1، وهي دي قيمة البيتا. وعلشان الكونديشن بتاع الاوسيليشن هو الاي في البي بيساوي 1، فانا هنا هقدر اقول ان الاي كابيتال هيساوي ايه، مقلوب البيتا 1/بيتا، فهتديني سي 1/سي 2. هو ده الكونديشن بتاع ايه، بتاع الاوسيليشن، وده الريزونانت فريكوانسي اقدر احسبه من هنا. السيركت التانية وهي الهارتلي اوسيليتور. الهارتلي اوسيليتور لو جيت اخدت بالك من السيركت بتاعه الفيدباك، انا شلت الملف اللي كنا حاطينه هناك وحطينا مكثف، وهنا شلت المكثفين وحطيت بدلهم ملفين. يبقى ايه اللي هيختلف؟ الريزونانت فريكوانسي هيختلف، بدل ما كانت السي توتال هتبقى ايه اللي هي اللي توتال. يبقى الاف ار هنا بيساوي 1/2 باي جذر السي في ال توتال، والال توتال عباره عن ال 1 زائد ال 2. طب البيتا عباره عن الفي اف على الفي اوت. الفي اف هي بقى الجهد على الملف اللي اسمه ال 1، والفي اوت هي الجهد على الملف اللي اسمه ال 2. هنعوض، هنختصر التيار مع التيار وعوض الامبيدنس بتاعت ال 1 وال 2، وهتطلع البيتا عندك عباره عن ال 1 على ال 2. وعشان الكونديشن بتاع الاوسيليشن بيقول ان البيتا بتساوي اي في البي بتساوي 1، فالاي لازم تكون مقلوب البيتا يعني ال 2 على ال 1. طب انا لو جيت قلت لك ايه هو الستارت اب كونديشن بتاع الاي، هتقول لي مثلا ان الاي دي لازم تكون اكبر من ال 2 على ال 1، بحيث ان انا لما اجي اضربهم في بعض الاي في البي يديني الاي في البي اكبر من الواحد زي ما قلنا قبل كده. الستارت اب كونديشن هو ايه؟ هو ان الاي في البي بيساوي اكبر من الواحد. والكونديشن بتاع الاوسيليشن ان الاي في البي بتساوي 1، تمام. طيب اخر نوع بقى اوسيليتور في ال سي اوسيليتور، وهو الكريستال اوسيليتور. الكريستال اوسيليتور هو افضل الانواع الموجوده، وهو بالفعل مستخدم في كتير قوي من الالكترونيك سيركت. لو جيتوا شفتوا مثلا الاردوينو كيت، لو جيتوا تفتحوا اي ساعه هتبتدوا تشوفوا شكل الاوسيليتور، وانا هوريه لكم دلوقتي. هو اكتر الانواع ستيبل اند اكيوريت تايب اوف الفيدباك اوسيليتور. بيستخدم البيزو الكتريك كريستال في الفيدباك. دي كريستاله كده هنشوف شكلها دلوقتي، بيستخدمها في الفيدباك تو كنترول ذا فريكوانسي، علشان هي اللي بتتحكم لنا في مين، في الفريكوانسي. يبقى انا كده كاني اغير في ايه، في الجزء بتاع الفيدباك. هو كل لعبنا في الجزء بتاع الفيدباك، انا مستخدمه فوق كامبليفاير، لكن الدايره بتاعه الفيدباك هي كل شويه بنغيرها وبناء عليها بيتحدد نوع الاوسيليتور.
البيزو الكتريك كريستال دي بيتكون من ايه؟ من مادة اسمها الكوارتز، هو نوع من انواع الكريستال موجودة في الطبيعة، ولها خاصية اسمها البيزو الكتريك افكت. ايه هي الخاصية دي بقى؟ لما انت تأثر على المادة ميكانيكال ستريس، تيجي تطبقها على الكريستال دي، ده بيسبب فايبريشن في الكريستال نفسها، والفايبريشن ده معناه فولت. فولت بيتولد على المادة نفسها بتردد معين، التردد ده هو خاص بالميكانيكال فايبريشن اللي انت عملته، والعكس صحيح. لو جيت طبقت اي سي فولت على الكريستال دي، ده هيخلي الكريستال بتاعتك يحصل فيها فايبريشن او انها تهتز. The greatest vibration occurs at the crystal nature resonant frequency، يعني الماكسيمم فايبريشن او ماكسيمم اوسيليشن انت هتحصل عنده عند الريزونانت ايه فريكوانسي. والريزونانت فريكوانسي ده بيتحدد عن طريق الفيزيكال دايمنشن بتاع الكريستال نفسها اثناء عمليه القطع. ده شكلها اهو موجود في الطبيعه بالشكل ده. لو جينا نشوف في الدوائر العمليه، انتوا هتشوفوا حاجه بالشكل ده، بس طبعا هو مش بالحجم ده هو حاجه صغيره كده، يعني قد عقله صباع او حاجه. ده كده شكله اللي انتوا هتشوفوا في الدوائر، وده كده شلنا الكان اللي هي الكان اللي فوق دي، هتلاقي هو ده شكلها من جوه، عبارة عن كريستال، طبقة من مادة الكوارتز ومحطوطة بين تو الكترود بالشكل ده. الرمز بتاعه اللي احنا هنشوفه في المسائل هو ده كده السيمبول بتاعه. والاكويفالنت سيركت بتاعته عبارة عن جزئين، جزء خاص بالكريستال نفسها، وهو عبارة عن ال L وال C وال R، التلاتة التوالي مع بعض دول بيمثلولي الكريستال او مادة الكوارتز نفسها. انما ال CB ده خاص بالتو الكترودز اللي موجودين بره هنا دول، وقلنا عليها ان هي عبارة عن كأنهم تو بليتس يعملولي كاباستنس، فسميناها هنا ال CB، وعملناها CB لان هي بارلل مع مين؟ مع الجزء بتاع الكريستال ده. فهنا عندي جزء سيريز وده خاص بالكوارتز، وفي عندي جزء بارلل وده خاص بالالكترودز، التو الكترودز. الكريستال بيكون لها تو ريزونانت فريكوانسي، فريكوانسي خاص بالجزء السيريز اللي هو الار والال والسي السيريز مع بعض، وفريكوانسي تاني خاص بمين؟ بالجزء البارلل بقى كالسيركت كلها توتال مع بعض. فالاوميجا اس اللي هي خاصه بالسيريز زي ما شفنا القانون بتاع ال سي اوسيليتور اللي هو واحد على جذر ال في السي. السي عندنا هنا هي السي اس اللي هو المكثف اللي موجود في السيريز، في الجزء السيريز، تمام كده. بالنسبه للبارلل هو واحد على جذر ال في السي توتال. السي توتال بقى بتاعتنا ان احنا عندنا مكثفين، ومحصله المكثفين ده هتبقى سي اس في السي بي على سي اس زائد السي بي. فهنا مديك مثال اهو، بقول لك ال L بتساوي 52/100 هنري، ال CS اللي هو السيريز كاباستنس ب 12/1000 بيكو فراد، ال CB 4 بيكو فراد، وعايزك تجيب ال FS وال FB. ال FS هي عبارة عن 1/2 باي جذر L في ال CS، وبعوض بقيمة المكثف اللي هي في السيريز، فهتطلع عندك ب 2.15 من 1000 ميجا هرتز. ولو جيت تجيب ال اف بي هتبقى 1/2 باي جذر L في ال سي اس سي بي على سي اس زائد السي بي، فهتطلع معانا كام؟ 2.18 ميجا هرتز. الرقمين قريبين من بعض جدا. تعال بص كده هنا على القانون اللي فوق ده، انا بقول لك ان السي اس اهي قيمتها قليله جدا بالنسبه للسي بي، فمعنى كده لما اجمع السي اس مع السي بي هتديني مين؟ هتديني السي بي. السي بي هتروح مع السي بي، فمعنى كده ان انا هلاقي ان القانون هو ده كمان عبارة عن 1/ جذر ال في السي اس تقريبا، يعني اقدر اعتبر ان هو له تردد واحد بس اللي هو نفس القيمة بتاعت الاوميجا اس، لان الفرق اصلا بين الاف اس والاف بي قيمة قليلة جدا. كده احنا خلصنا الشابتر ده، وباقي ان شاء الله ان انا احللكم المسائل، وباذن الله هحلها برضو وهنزلها لكم في فيديو.